ومع اقتراب انطلاقة سباق الفورمولا 1 شارفت المقاعد في كافة المنصات على النفاذ ولم يتبقى منها سوى عدد محدود. من المؤمل أن تباع قبل بدء الحدث الأضخم على الإطلاق بساعات قليلة. حماس وتشويق، إثارة وتحد بانتظار عشاق سباق الفورمولا 1 والذين تسابقوا على منصات بيع التذاكر الموزعة في مختلف الأماكن بالمملكة، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية والتي قدمت عروضا خاصة في الشهور الماضية على أسعار التذاكر، خصوصا وأن القائمين عليه حريصون كل الحرص على تذليل كافة الصعوبات أمام زوار سباقنا الليلي. يمكن أكثر من 90% من التذاكر، وطبعا احنا بنعرف الجمهور في مملكة البحرين كله يشتري آخر الوقت، فيعني حاليا بيكون الضغط يعني بدأ فعلا. المنصة الرئيسية منصة الجامعة، في منصات تقريبا امتلأت بالكامل، باقي فيها يمكن مقعدين ثلاثة في كل بلوك، بس الحمد لله مبيعات التذاكر على أفضل مستوى، وإن شاء الله بنشوف سباق رائع في الحلبة إن شاء الله. الإقبال قاعد يزيد عندنا، خصوصا أننا جربنا من تاريخ الفورمولا 1، عندنا ناس تي من جميع الفئات العمرية، من جميع الجنسيات إلى سباق الفورمولا 1، يشدهم طبعا سباق الفورمولا 1، الفعاليات الترفيهية، الحفلات الغنائية. فاللي بين عندنا حتى أن بعض المنصات أن ما باقي وايد فيها مقاعد فاضية، وبالأخص المنصة الرئيسية منصة المنعطف الأول ومنصة الجامعة، فتقدرون تأخذون تذاكركم الحين، ما أن في بعض المنصات فيها خلنا نقول ممكن شاغرة لحد الحين. جمهور متحمس ومدرجات متلهفة للقاء محبيها والذين يواظبونه بشكل سنوي على حضور سباق الفورمولا 1 في مملكة البحرين، لأنه ليس مجرد سباق بل هو حدث عالمي ترفيهي مليء بكافة أشكال الإثارة والتشويق الممزوجة بالمتعة والتسلية. اليوم شرينا تذاكر حق الفورمولا، صار لنا فترة إن نروح الحلبة نشجع بعض الفرق، منها المرسيدس. اوكي، نحب ان نشوف كل جديد قاعد يصير في الحلبة على طول، كل سنة تجدد، كل سنة تختلف عن الآخر. هذه السنة جانا بعد شوي من أصدقائنا أجانب، والله نحضر سباق الفورمولا 1 مجموعة من الشباب، والله يوفقهم إن شاء الله. أنتم صراحة كل سنة تطورون عن السنة اللي راحت، يعني نشوف في تقدم في مستويات وفي المتسابقين عالميين يحضرون، وحنا والله مشجعين لهالسباقات، وإن شاء الله يعني مملكة البحرين تسعدنا أكثر وأكثر بالمشاركات والسباقات أكثر إن شاء الله. تقريبا كل سنة أجي أتعنى أجي عشان أحضر الفورمولا 1، ومو بس كذا صراحة الإيفنت اللي وياه والمطربين السنة هذه سنتانا جاي، يعني شيء صراحة أتوقع شيء بيكون مرة واو السنة هذه. بس جاي زيارة البحرين كرمال الفورمولا 1، هاي السنة الثانية إلي باجي على البحرين وعشان السباق طبعا للفورمولا 1، في إلي كمان مجموعة من أصحابي راح يكونوا معي. السنة هذه كانت كثير حلوة وإن شاء الله السنة هذه تكون أحلى. لحظات ترقب وخطوات متسارعة لحضور الجولة الثانية والتي ستقام في مملكة البحرين، وذلك ضمن موسم سباقات الفورمولا 1، خصوصا وإن سباقنا الليلي يحظى بشعبية واسعة لما يتميز به من أجواء جميلة وفعاليات ممتعة ومتميزة. منصات البيع ازدحمت ولم يتبقى إلا مقاعد محدودة بانتظار عشاق سباق الفورمولا 1 ليقضوا على مدار 3 أيام أوقات سعيدة لا تنسى. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.